السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب، رجعنا لكم اليوم بفيديو من فيديوهات تحصيل الفيزياء. اليوم عندنا سؤال نظري سهل بسيط جدا. مثل ما أنتم شايفين يقول لكم السؤال طاقته عالية، يعني الإنرجي عندنا عالي، ولكن ليس له كتلة، فالماس يساوي صفر. هل هي أشعة بيتا؟ هل هي أشعة الإكس راي؟ هل هي أشعة الألفا أو أشعة الجاما؟ مثل ما احنا عارفين عندنا ثلاث أشعة مشهورة، اللي هي أشعة ألفا وأشعة بيتا وأشعة جاما. هذول الشعاعين كلهم، طبعا هذا نتيجة التحلل النووي، هذول الشعاعين كلهم لهم كتلة ولهم طاقة. يعني الألفا هنا عندكم هي عبارة عن ذرة الهيليوم، أوكي؟ لكن الجاما هي فقط عبارة عن طاقة، ليس لها كتلة، فقط عبارة عن إنرجي، ما له أي كتلة، أو هو عبارة عن طاقة وليس كتلة. هذا بالنسبة لسؤالنا لليوم، أتمنى يكون سهل لطيف خفيف. لا تنسون تسوون لايك وسبسكرايب وتشيرون الفيديو مع أصدقائكم.